اسعد الله اوقاتكم اخوان بكل خير. من وادي الجن من المدينه المنوره، منطقه غريبه عجيبه يا شباب اللي متعلم علم الجاذبيه. المنطقه منخفضه، تحط مويه تطلع، السياره هي فاضيه تمشي توصل 120. واوريكم زي ما انتم شايفين الحجاج كمان جايين يشوفوا الشيء الغريب هذا. شايفين؟ والله موضوع خطير. الحين احمد بالله انزل لو سمحت. اها شايفين؟ بدأت تمشي، بدأت تمشي. اها قامت تمشي بسرعة، ولو راحت سيارتي يا شباب يا سنابيون والله غير تدفعوا. خلاص اركب ادعس فرامل لا تفقع. زي ما انتم شايفين هذا طلع اللي مو مصدق. احمد الحق يا احمد، اقصادها ما خلصت. هذه تجربة الموية، شايفين كيف تمشي الطلعة؟ هذه الطلعة عشان تصدق، شايفين كيف؟ هذه القارورة. وبسم الله اهم شيء اني حصنت نفسي، والله ماني داري وادي جن ولا علم ولا، الله يستر. شايفين انا جاي من النزلة والحاج يشوف، والله يوقف القارورة برضه تمشي في طلعة. وهذا يركب سيارة بعدين يمشي، مشكلة. كفيل الكلام فين؟ والله حتى عربية بنتي بسم الله قاعدة تمشي. يا بسم الله الرحمن الرحيم، شكله راح يسيب العربية مكانها. والله خادم سوي ساحر عليهم. على اوه صديق 100 100. اوه انه يسوق الزناوة، لف الطارة يقول لصاحبه والله ما صارت تمشي يا اخي شيطان. جنن الشايب اللي ورا مسكين. يلا احمد شريف خلاص فك البريك وانزل عنا. شايفين؟ نبي نسالكم حركة البيبان ولا حركة الريس؟ شايفين؟ ما شاء الله عليهم الحجاج، ما في مو بس تراني يصلوا بالحرم، شوف فين تراني، هذه المنطقة اللي خارج المدينة هذه مرة بعيدة. هذه السيارة بتمشي بالطلعة، شايفين؟ على الإن، شايفين؟ والله ما شاء الله الشايب عنده علم.